العكس كل الذي سنقوم بتصميمه لنعمل معا. إننا نحتاج إلى قشر البيض لنكسر البيض أولا. بعد ذلك ننظف قشر البيض. قشر البيض مبلل، نحن بحاجة لتنشيفه. الآن لنقوم بتلوين قشر البيض. أرجواني، أزرق، أخضر. بني. اكسره. جميع التحضيرات، الآن سنقوم بوضع الغراء بالتساوي. لنبدأ في صنع الملصق. لنكمل الخطوة الأخيرة ونزينه. أجل، لقد انتهينا.